الرحمن الرحيم. أخواتي وأخواتي وأخواني أعضاء أبناء الدائرة الأولى بمحافظة أسوان، كل عام وحضراتكم بخير. محدثكم محمد عبد الله عبد الغني الشهير محمد جلال، مرشح الحزب الوطني الديمقراطي فئات رمز الهلال رقم 1. يسعدني أن أكون معكم اليوم في حديث من القلب، وما يخرج من القلب يصل إلى القلب. لن نتحدث عن إنجازات أو غيرها. كنت معكم قرابة 10 سنوات سعدنا فيها معا، وتحدثنا وتآلفنا واقتربت القلوب والعقول من بعضها. فهانذا أرشح نفسي للفصل التشريعي 10 انتخابات 2010، فأتقدم إليكم بخالص الشكر لدعمكم لي ولدعمكم للحزب الوطني الديمقراطي كما عودتمونا دائما. فأنتم دائما الذين تحمون ظهورنا، ونحن أبناءكم أبناء الدائرة الأولى التي تتمثل في أبو سمبل ومدينة ومركز أسوان ومركز زراو. دائما نسعد بكم ونحظى بتأييدكم، متمنين أن نكون عند حسن ظنكم بإذن الله، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفق أبناءنا جميعا ويوفق الحزب الوطني الديمقراطي، الحزب الذي يسهر على راحة المواطنين ويقدم له كل ما يستطيع من جهود عظيمة لكي نحظى برفاهية المواطن وحل مشاكله التي يعاني منها في كل مكان. الإخوة الأعزاء، موعدنا إن شاء الله يوم 28/11 يوم الأحد القادم بإذن الله على صناديق الاقتراع، لكي نقول نعم للحزب الوطني الديمقراطي، لكي نقول نعم لابن من أبنائكم عهدتموه دائما بينكم ومعكم لمدة 10 سنوات في فصلين تشريعيين سابقين. وسنكون معكم بإذن الله وبإرادته وبإرادتكم بإذن الله قادمون. نحن أبناءكم أبناء أسوان المخلصين لأسوان وللوطن ولمصر الغالية في عهد السيد الرئيس محمد حسني مبارك، وفي عهد الحزب الوطني الديمقراطي الذي يعمل دائما بكل ما يملك من جهود فائقة لكي يحقق الأمن والأمانة والرفاهية لأبناء مصر الأعزاء المخلصين. بارك الله فيكم، ونتمنى أن نحظى بدعمكم إن شاء الله يوم 28/11. وستكون أصواتكم هي المعبرة عن كل ما يدور بضمائركم وعقولكم، فالصوت أمانة، ونتمنى أن تعطوه لمن يستحقه بإذن الله. بكم وبإرادتكم قادمون بإذن الله سبحانه وتعالى، وأشكركم لحسن الاستماع، ونلتقي إن شاء الله يوم 28 نوفمبر في صناديق الاقتراع التي تقول نعم للحزب الوطني الديمقراطي، نعم لكل من ساهم في رفعة هذا الوطن. لن أتحدث عما صنعناه من إنجازات خلال 10 سنوات السابقة، لكننا نجيد العمل ولا نجيد الكلام، لأننا أصحاب مواقف وأصحاب أعمال، لا أصحاب كلام أو أصحاب حديث فقط. بارك الله فيكم. مرة ثانية أذكركم برمز الهلال، الهلال رقم 1، مرشح الحزب الوطني الديمقراطي أخوكم محمد عبد الله عبد الغني الشهير محمد جلال. شكرا.